مساء الخير يا جماعه، احنا النهارده موجودين في مقر مؤسسه حياه كريمه ومعانا الشاب الجميل محمد. كلنا اكيد شفنا الفيديو بتاعه انتشر، الواقعه بتاعت العربيه اللي اتاخدت منه اللي كان بيسترزى منها ما بياكلهاش. بغض النظر عن تفاصيل الاحداث ما تخصناش، احنا تخصنا كمؤسسه حياه كريمه ان احنا نركز على الناس الجميله اللي زي محمد اللي بتسعى وبتشقى عشان تاكلها بالحلال. اي حد زي محمد حصل له مشكله هتاثر على اكل عيشه، على مصدر رزقه، احنا بنتدخل كمؤسسه وبنحاول ان احنا ندعمه ونساعده عشان يقدر يكمل حياته. محمد خريج اصلا معاه بكالوريوس، خريج تربيه رياضيه، فراجل تعب على نفسه وتعلم عشان يبقى في مكانه كويسه، سعى وخلق بدايل. الدنيا كانت ملطشه معاه شويه، مش مشكله، بس الحمد لله يعني يمكن ربنا عمل اللي حصل ده يعني الحمد لله عشان نبقى قاعدين مع بعض دلوقتي. شرفت بك. راجل جميل، راجل مجتهد، احنا كمؤسسه هندعمه ان شاء الله ماديا، وفي نفس الوقت هنجيب له مكان باذن الله ان هو يفتح مشروع كويس. انا بدعو الناس كلها بقى بطنطا حبايبنا ان هي بعد كده محمد ان شاء الله ما يفتح مكانه تروح له وتشتري من عنده. احنا مؤسسه حياه كريمه ان شاء الله هنعمل له مكان كويس يقعد فيه بدل العربيه، عايزين بقى نصرف له العربيه والشارع ده، وهندعمه ماديا باذن الله ان هو يقدر يرفع رجله ويفتح مكانه ويكبره، وهنتابع معاه اي حاجه محتاجه بعد كده. محمد ان شاء الله احنا المؤسسه هنتابع معاك باذن الله، نشتغل رسمي في مكان كويس في حته كويسه تقف على رجلك وربنا يكرمك باذن الله. ان شاء الله ربنا يجزيك خير باذن الله. مش عايز حاجه ثانيه؟ ربنا يسلمك. انا عارف ان في زي محمد كتير في مصر، بلدنا كبيره ما شاء الله ربنا يخلي، احنا هنحاول نوصل على قد ما نقدر للناس دي. يعني انا عارف ان في ناس زي محمد كتير بتحاول ان هي تسعى وعندها مشاكل، ربنا قدرنا ان شاء الله ونحاول نوصل لكل الناس. احنا شغالين على الارض ان شاء الله ربنا يوفقنا ويصلح حال بلدنا باذن الله.